بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنرسم للأطفال، دي تعليم للأطفال رسم توم وجيري بالقلم الرصاص. ممكن يعني تعليم سهل وبسيط وهم قاعدين يتعلموا الرسم. يعني بناخد دايرة، ناخد دايرة اهي، دايرة عادية، خدنا دايرة اهي، وبنيجي في ربعها، بناخد ربعها كده نص نص قطر دايرة اهي، دي في ربعها اهي. وبنيجي هنا بناخد ناخد شكل العين، سهلة خالص 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 اهي. ناخد هنا، نيجي هنا في البوز، ناخد هنا دايرة صغيرة، دي شكل ايه، توم وجري. زي ما حضراتكم شايفين كده، نيجي مثلا هي دايرة زي ما حضراتكم شايفين، يعني هي سهلة سهلة بسيطة جدا جدا جدا. بس يعني ايه، انك حاول انك تتعلم، هو مش يعني ايه، حاول انك تتعلم، انك تعمل بإيدك. يعني هنا مثلا نعمل الودان من فوق، دي ودان انك منها بعيدة فبتاخدها ايه كشكل أصغر. بنيجي عند العين مثلا زي هنا كده، بنغمقها بالأسمر هنا زي دي كده، بنغمقها بالأسمر زي ما حضراتكم شايفين خالص. يعني هي الفكرة كلها في العين بس. وبنيجي زي ما حضراتكم شايفين، يعني سهلة بسيطة جدا جدا جدا. يعني سهلة خالص خالص. بنيجي هنا مثلا زي دي كده، بنغمقها بالبتاع، زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما احنا غمقنا الغامق في الفاتح كده. وان شاء الله نرسمه لكم برضو على الحيطه، برضو تشوفوه بالبويه، برضو شغل الاطفال يبقى شكله حاجه كويسه. وان شاء الله دلوقتي احنا بنرسم القط اللي هو الصغير اهو، بنرسم دايره، برضو دايره صغيره دايره اهيت، وبنيجي برضو في الربع نفس اللي احنا عملناه في القط، بنعمل في الفوق برضو نفس كده. العين برضو صغيره اهيت زي ما انتوا شايفين بالظبط. ودي شكل الفار، اتمنى ان اكونه صغير. ف دي شكل الفار،
وهو ده الشكل الاخير زي ما حضراتكم شايفين. توم وجيري كان معاكم يا اخوكم اسلام ابو سالم، وانتظرونا في حلقتنا في القناة ارسم بيتك بنفسك.